مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ أين اختفى قرطاء أذناي؟ وجدتكما. هل شاهد أحدكم حقيبتي؟ حسناً، أخرجوا هيا. رائع، وقت الازدحام. هل أنا فقط الوحيد الذي يشعر أن المكان يزدحم بشكل غريب هنا؟ لاحظت ذلك، لكن من الجيد أن هناك ولادات كثيرة حصلت هذا العام. ربما أنت محق، أظن أنه حان الوقت للبحث عن منزل أكبر حجماً. منزل أكبر؟ لكن هذا المنزل الأكبر في البلدة. أظن أنه سيكون علينا الانتقال من البلدة إذن. ماذا؟ لكن لقد تعودنا على هذا المنزل، أنا لا أريد الانتقال. أعلم أن الأمر صعب عزيزتي، لكن أظن أنه سيكون أكثر لطفاً إذا حظينا بمكان فسيح أكثر كي يحلق الجميع ويتدحرج. انظر يا عزيزتي، هذا إعلان للشركة العقارية باني هولي رولر. أوه، والدة كريس أليس. ممتاز، سأتصل بها. شركة باني العقارية تعامل معي كثيراً وستكسبون أخيراً. عزيزتي باني، أنا كارولينا كريتشر المتصلة، جارتك. كارولينا كريتشر، هذا مذهل، لابد من أنك والدة كريبي، ابنتان مقربتان جداً، كيف لم تتعرف إحدانا إلى الأخرى؟ حسناً، أنا أني أريد منذ فترة طويلة أن آتي وألقي التحية عليك، لكنني غارقة في العمل، غارقة في العمل. وأنا أيضاً غارقة باني، وهذا ما يذكرني بسبب اتصالي بك الآن. لا أصدق أنكم ستنتقلون. سأعتبر هذا إطراء. هاي، ربما لم يفت الأوان لتبديل رأي والديك. سبق وحاولت ذلك، لكن دون جدوى. ستأتي والدة كريس أليس إلى منزلنا اليوم كي تبيعه. لا أصدق كريبي، عندما أخبرتني والدتي بالنبأ الرهيب الذي هو جيد لوالدتي لأنها ستجني الكثير من بيعها منزلكم، لكنه نبأ رهيب بالنسبة لي لأنك لن تكوني جارتي بعد الآن. عجزت عن معرفة إذا كان يجب أن أفرح أو أحزن، لكني واثقة بأنك أينما ذهبت فسنكون صاد ميمراء. صرصور مقطوع الرأس. أيتها السخيفة، صديقتان مخلصتان رائعتان، سأرحل لأسجل دراجتي في مسابقة جمال أنسة تزيين الدراجات. أيعجبك ما فعلته بهذا؟ انتهج كريبي، ربما عجزت والدتي عن بيع منزلكم. حقا؟ أتظنين أنه أمر محتمل؟ لا، مستحيل، تستطيع بيع أكوخنتنا. تمني لي التوفيق. أنا من يحتاج إلى التوفيق الآن. وجود مشكلة كبيرة في منزلك هي الوسيلة الوحيدة لعدم بيعه. ما المشكلة التي يحتمل أن تكون في دويزوالد؟ إنه حسن البناء وحميم. هذا إذا كنت صرصوراً أو نملة، لكن هناك من يقول إن البيت مسكون. طبعاً لا أقصد الإهانة. مسكون؟ كريبي، بينما نكون خارج المنزل نصطاد، ستأتي باني لعرض المنزل. طبعاً أمي، سنكون في انتظارها. عزيزتي كريبي، أقدم لك ألوينتر بوتوم، سنتجول في المنزل فادعي أننا حتى لسنا هنا. تفضلي بالدخول سيدة هولي رولر، ننتظرك جميعا في الداخل. رائع، هل والدك في المنزل؟ لا، لكن فلنقل إننا لسنا بمفردنا. تفضلوا بالدخول. هل يعجبكما التصميم؟ جميل جداً.
أتعلمان؟ لقد كفوا عن بناء منازلك هذه. أوه، ما هذا؟ ماذا يجري؟ إن هذه المنازل تتمتع بتيارات هوائية. أوه، ليس تياراً هوائياً، إنهم هم. هم؟ أتعنين أطيافاً؟ كم يتمتع الأولاد بمخيلة خصبة؟ أترين تيار هوائي؟ وتذكري ما أقوله دوماً، التيار الهوائي هو مكيف طبيعي، هل تبعنا؟ هيا بنا عزيزاي. أليست غرفة الطعام فسيحة؟ ما خطب الأضواء؟ لا شيء يضاهي النور الخافت للاستضافة اللطيفة خلال هذا الوقت. هذا سيفي بالغرض، سنرى الطابق الثاني. سمعت أن والدة كريس أليس بارعة، لكني لم أدرك مدى براعتها. يبدو أنه سيكون علينا أن نضيف بعد الإثارة. انتظرا لرؤية كافة الخزائن. فبعض الطلاء سيكون كافياً. أحياناً تحتاجون لإيجاد الشاري الملائم. ولكن ماذا ستفعلين الآن؟ لقد حان الوقت ليتعرفوا إلى عمتي روز. لا تنسي أن تريهم ألقاب سيدة هولي رولر. مؤكد. إذا وضعتم بعض الخشب والسجاد فستتحول هذه إلى غرفة رائعة للتسلية. للحشرات. أنا واثق بأننا لن نرى والدة كريس أليس مجدداً. أود أن أقدم لكما إدوارد وليلي ستيمسون. إدوارد، إنه يذكرني بمنزل القديم في السنوات السابقة. ليست سنين طويلة، لأنكما تبدوان يافعان جداً. إنهما زبونان محتملان، أشعر بأننا سنبيع المنزل. انتظري حتى يشاهدا المكتبة. الأماكن المسكونة في الغرب، الكتاب المفضل لدي. انظر عزيزي، إنها إحدى الفرشات الهوائية الجديدة التي سمعنا عنها. انظر عزيزتي، ضيوف أطياف. سنشتري المنزل. حقا؟ نعم بالطبع ستفعلان. ستكون المستندات جاهزة كي توقعها هذا المساء. إلى اللقاء. أتشوق كي أخبر والديك النبأ. سأحضر العقود الآن. أنا لا أفهم، لم يخشى ألتيمسون الأطياف؟ لم يخفهما شيء، أظن أنهما يحبان المنازل المخيفة، لا أقصد الإهانة في ذلك. أو ربما هناك مشكلة. ماذا حل بهذا المنزل؟ إنه هذا مخيف. مهلا، عودا أدراجكما، إنه تحسين ليس إلا مهلا. مفاجأة أمي، أخبرتني كريبي أنك تحتاجين للمساعدة، فاستعملت مهارتي الكبيرة في التزيين. حسناً، خسرنا عملية البيع، لكن عزيزتي منحته بريقاً خاصاً. أنا فخورة بك كثيراً. أمي، أبي، نبأ سيء،
لم يرغب أحد بشراء المنزل رغم أني أعجز عن معرفة السبب. لا بأس عزيزتي، فبعد النظر إلى كافة المنازل عجزنا عن إيجاد منزل يتمتع بجمال منزلنا، لذا سنبقى أجل. علينا أن نفيد بما لدينا. إدوارد، هل سنجد المكان المثالي لندعوه منزلا؟ بالطبع يا عزيزتي، وتذكري نملك الوقت الكافي لذلك. الحشرات هي كماكينات الطعام. هذه الحشرات الحديثة الولادة تأكل كثيراً لتحصل على القوة المطلوبة لتتحول إلى شكلها الطبيعي. إنها تأكل لدرجة أن حجمها الحالي هو أكبر من حجمها عندما تنضج.